السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ناخذ الصفحه 73 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات للسنه الاولى ابتدائي. وغادي نبداو باول تمرين في هذه الصفحه هذه اللي هو التمرين 6، وغادي نقراو السؤال على بركه الله. احسب مجموعه كل عددين مكتوبين باللون نفسه. عندنا هنا اعداد ملونين، وانا احسبوا حنا المجموع ديال كل عددين ملونين باللون نفسه. اذا غادي نشوفوا العددين اللي بنفس اللون. عندنا 8 بالوردي و13 بالاخضر و6 بالاخضر و11 بالوردي. اذا غادي نحسبوا 8 مع 11 حيت نفس اللون الوردي، وغادي نكتبوا الرقم 11 و8 يرونا زائد تساوي. عندنا 1 زائد 8، دابا 8 زدنا عليها 1 شحال تعطينا؟ عندنا 8 9، و1 زائد لا شيء يساوي 1. وغادي نديروا الخط الفاصل بين العمليات، وغادي نديروا بقاو لنا 13 و6. 13 و6 نفس اللون، اذا 13 زائد 6. وغادي نديروا زائد، اذا 6 زائد 3 كم تساوي؟ 6 زائد 3 عندنا 6 في راسنا، وغادي نزيدوا عليها 3 اللي هي 7 8 9. 9 و1 زائد لا شيء يساوي 1. وغادي ندوزوا للتمرين 7، وغادي نقرا اكتبوا الارقام الموجوده وراء الازهار. اكتبوا الارقام الموجوده وراء الازهار، وغادي نشوفوا عندنا هنايا عندنا رقم اللي غادي نزيدوا على عندنا صفر اللي غادي نزيدوا على شي رقم غادي يعطينا 7، ورقم اللي غادي نزيدوا على 1 غادي يعطينا 1. شنو هو الرقم اللي نزيدوا على صفر يعطينا 7؟ هو نفسه. اذا هنا وراء هذه الزرقاء عندنا 7 هو الرقم. وشنو هو العدد اللي غادي نزيدو على 1؟ غادي يعطينا 1، هو صفر حيت 1 زائد لا شيء هنا صفر. غادي ندوزو للثانية. عندنا شنو هو العدد اللي غادي نزيدو على 6 باش يعطينا 9؟ شنو هو العدد باش نزيدو على 6 غادي يعطينا 9؟ إلا تفكرتو هاو درنا هنايا 3 زائد 6 تساوي 9. إذا هنا عندها 3 وراء هذه الزهرة، وهنايا غادي نديرو عندنا زائد 1 زائد رقم غادي يعطينا 1. اذا شنو هو الرقم اللي غادي نزيدو عليه 1؟ غادي يعطينا نفس هو صفر. اذا حنا كاتبين صفر ولكن غنديرو بحال هكا ونزيدو صفر اخر. اذا ندوزو للتمرين 8، ولاحظوا الرموز ثم اكتبوا الاعداد بالارقام. عندنا هاد الاعداد بحال هكا، عندنا هاد الاعداد وغادي بهاد الالوان هادو، وحنايا غادي نشوفوا الاعداد وغادي نكتبوا في الالوان. عفوا غادي هذا مثال عندنا ازرق مع هذا اللون هذا هو البني، هذا الازرق مع البني تساوي 10. ها هي عندنا ازرق يساوي 1 والبني يساوي 0 هنا 10. وغادي نشوفوا هنايا عندنا الازرق مع الوردي، الازرق يساوي 1 والوردي يساوي 7، اذا 17. وعندنا هنايا هادو مربعات وهادو دوائر كما ترون. عندنا هنا مربع ازرق زائد دائره زرقاء، اذا المربع ازرق يساوي 1 والدائره الزرقاء تساوي 8. عندنا مربع ازرق زائد دائره ورديه، عندنا مربع ازرق يساوي 1 والدائره الورديه تساوي 5. عندنا دائره خضراء ومربع بني، اذا غادي نشوفوا دائره خضراء تساوي 2 والمربع يساوي 0. عندنا عندنا مربع ازرق ودائره بنيه، اذا عندنا المربع الازرق يساوي 1 والدائره البنيه تساوي 4، اذا 14 هو هذا الشكل الرمز. وندوزو للتمرين الموالي. انجزوا العمليتين في دفتري ثم ألونوا طريق المتسابق الذي سيتخطى أكبر مجموع. إذن غنديروا هاد العمليات في الدفتر ديالنا، وغادي نشوفوا المتسابق الذي سيتخطى أكبر مجموع، وغادي نديروا العمليات. وغادي نبداو أول مجموع اللي هو 11 زائد 8، وغادي نشوفوا شحال تساوي. 8 زائد 1، 8 زدنا عليه 1 تعطينا 9، و 1 زائد لا شيء يساوي 1. وغادي ندوزو للمجموع الثاني اللي هو 15 زائد 3،
إذن 5 زائد 3 5 عندنا في راسنا و 0 زائد 3 6 7 8 8 1 زائد لا شيء يساوي 1. وغادي نشوفوا شنو هي خطا اكبر مجموع وغادي نقارنهم. عندنا 1 مع 1 وعندنا 9 مع 8. إذن 9 اكبر من 8. إذن المتسابق الاول هو الذي تخطى اكبر مجموع وغادي نلونوا الطريق ديالو. وبعد باش نكونوا سالينا التمرين 9 وندوزو للتمرين 10 ونقراو السؤال ديال التمرين 10 ولونوا المجسمات حسب التوجيه. هذا هو التوجيه ديالنا وهذو هما المجسمات. عندنا مكعب بالاحمر، متوازي المستطيلات بالازرق، اسطوانه بالاخضر، والهرم بالاصفر. حنا غادي نلونوا اي مجسم لديه نفس هاد المجسمات باللون نفسه. وغادي نبداو باول مجسم اللي هو هذا. كما تنشوفوا عنده اوجه مربعه وقاعده مربعه، اذا هو مكعب. غادي نلونوه بالاحمر. نشوفوا الشكل الثاني، هذا دائرة، هذا شكل وليس مجسم. وحنا المطلوب منا ألونوا المجسمات، ديما خلي بالك مع السؤال، ألونوا المجسمات، وهذا ليس بمجسم هذا الشكل، إذا ما غاديش نلونوه. نشوفوا اللي موراه، عندنا هذا فيها دائرة، والقاعدة هي دائرة، وليس لها حروف، إذا هذه أسطوانة، غادي نلونوها باللون الأخضر. وغادي نشوفوا الشكل الذي وراءه. عندنا هذا في دائره والقاعده هي دائره وليس له رؤوس، هذه اسطوانه ايضا، اذا غادي نلونوها بالاخضر كذلك. وعندنا الشكل هذا كما تنشوفوا عنده أوجه مستطيلة وقاعدة مستطيلة وعنده الرؤوس والحروف، إذا هذا متوازي المستطيلات. وغادي نلونوه بالأزرق حسب التوجيه، متوازي المستطيلات بالأزرق، غادي نلونوه بهذا الشكل. وغادي ندوزو المجسم التالي اللي هو هذا. كما تنشوفو عنده مربعات في الأوجه ديالو، إذا هذا مكعب، غادي نلونوه بلون المكعب اللي هو الأحمر. ندوزو المجسم الموالي، عندنا هذا اللي فيه مثلث مثلث والقاعدة كذلك مثلث، إذا هذا هرم وغادي نلونوه بالأصفر. ندوزو الموالي، هذا مربع، إذا كما قلنا للدائرة، هذا ليس مجسم، هذا شكل وليس مجسم، إذا ما غاديش نلونوه. وغادي ندوزو للموالي، هذا مستطيل، مستطيل كذلك شكل وليس مجسم، عفوا شكل وليس مجسم، إذا غادي ندوزو للموالي حتى هذا ما غاديش نلونوه. وغادي نشوفو هذا مثلث مثلث ومثلث في القاعدة كذلك بحال هذا، إذا هذا هرم غادي نلونوه بالأصفر. وبعد ذلك نكون سالينا التمرين 10 وندوزو للتمرين 11.
وندوزو لتمرين 11. لملء هذا الكأس يلزم 17 برتقالة، وحسب ثم أحيط السلات الضرورية. عندنا السلات ديال البرتقال، وعندنا هذا الكأس الذي يحتاج لملئه 17 برتقالة، وعندنا السلات ديال البرتقال، وغادي نحسبو باش نشوفو شحال خاصنا من سلة. إذا عندنا هنايا في أول سلة 4، وعندنا في ثاني سلة نحسبو 1 2 3 4 5 6، نشوفو هنا 1 2 3 4. إذا غادي نديرو هاد العملية، نديرو 6 + 4 كم تساوي، نديرو 6 + 4 كم تساوي، عندنا 6 في راسنا وغادي نزيدو على 4، عندنا 6 7 8 9 10 تساوي 10. إذا 10 برتقالات في هذه السلتين إذا ليست كافية، لأن هذا الكأس يحتاج ل 17 برتقالة، و 10 أصغر من 17 برتقالة. إذا غادي نشوفو ونزيدو عليها، نشوفو عندنا في هذه السلة عندنا 1 2 3 4 5 6 7، غادي نشوفو غادي نديرو 10 + 7 كم يساوي. إذا 0 + 7 لا شيء زائد 7 تساوي 7، 1 + لا شيء يساوي 1 هو 17. 17 بهذا نكون حصلنا على 17 برتقالة لملء هذا الكأس، لأنه يلزمه 17 برتقالة. وغادي نحيطو هادو السلات التي حصلنا عليهم ل 17 برتقالة. وبهذا أعزائي تنكونوا سالينا الفيديو ديال هذه الصفحة، ونتمنى يكون الإعجاب ديالكم.